كتفي وجعني قوي يا كوري. الواد غزال، سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا. اللي بينك وبين نوال؟ نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيما حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشروع حاضر يا كريم. ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ انت شفتش عملت ايه؟ شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا. ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان قرشه ملحتك، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، ها بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه تلعب مراقب التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبة عند حضرتك في التقرير. أبو طالب بيروح يشرب بيروح شقة مشبوه يا باشا. وأنا مالي بيه؟ أنا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، وأي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز أبقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. أموت أنا وأعيد السنة. فايبريشن عليا طلع فايبريشن. مزة. يلا يا سندس. شفتي يا أختي البيت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا ان ما كان ورا البت دي ان بس انا بقى مسير اعرفها. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله عم بيومي. دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبه. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انتي تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبة، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون. فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي وبنفس الطريقة اللي روحت لها بيها المرة اللي فاتت. هتخرجي بالنقاب من اي حتة وتروحي لها وتدي لها تليفون وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش بأي حد غيري أنا أو أنتي وفقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبة؟ يعني كلها؟ يعني أنا كمان متراقبة؟ أيوة دينا، بقولك كل مكالماتك متراقبة. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجة على التليفون تخلي دينا. دينا فاكرة المحل أيوة اللي كنا. ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. وانا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين على الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسفه. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. مسوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة، ما تتخيرش عنها، هيكون روحوا فين يعني؟ واحنا اش عرفنا يا اختي؟ هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع موسوكة دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجة مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كدهوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عسل عسل. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا اقعد يا ابن المفتوح منك ليه من هنا. مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيتي لمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوك. هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا يلا. بالراحه يا سوكا. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق؟ لا ده يلا يا سوكا. لا مؤاخذه حاج نايم يعني مفيش حاجه. يلا يلا. مساء الخير. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟
وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حره. حره دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسود ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، طربال استريشت وبلوزة بامبا، يقول على لبسك كده مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. ما بس بقى وهي بس وحياه سعد ان مسكته لو ما نصل عليكوا شبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغه هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشوله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين نقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي انتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك ايه يا أم فلوس؟ انتي زهقتيني بفلوسك يا أختي، اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مش شكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيله ويحط عليك يا بعيد، ده انتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انتي مين اللي زقك عليا يا بت؟ أنا عايزة أفهم. ما هو أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالكر. يلا يا اختي يلا، جت كنيله تخد. كم؟ انا مش عارف انت ساكت لنادر ده ازاي؟ ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيله. ده بس ايه ده بس؟ ما تبقاش عصبي كده، لا يطق لك عرق، وخد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق انا، ازيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني احاسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان نادر ده متطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقول لي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها. ما تزعليش منه يا ده انتصار، معلش. انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي؟ دي اهانه انا اليوم كده اسمح بيها بعد اذنك يا عمي.
حضرتك في موضوع. تحت امرك اتفضلي. لا بس اصلا انا ليا طلب عندك يعني قبل ما اقول لك الموضوع. قوي قوي اتفضلي. انا عارفه يعني ان نجوان حطت الايد اللي اتمدد لها واللي طول عمرها بتطبطب عليها، بس برضه حضرتك ما تنساش ان انت اللي مسمي نجوان وطول عمرك بتعتبرها زي بنتك. واحد مننا يعني ما بنته غلطت برضه ما بيقدرش ينسى عليها، مش كده؟ عشان كده يعني انا جايه لك عشان اطلب منك انك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تاذوش نجوان. الهي يسترك، ابوس ايدك. انا بنتي غلبانه، انا بنتي عيله هو اللي ضحك عليها وغواها صدقني. يا نقبض عليه ازاي يا ستي اذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقه دي هي اللي هتوصلكوا ليه؟